أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناة مشاهير لأحدث أخبار الفن والفنانين. سوف نعرض لكم في هذا الفيديو كيف سيبدو فنانين وفنانات الدراما السورية بعد عمر طويل. الفنان معتصم النهار عمره حاليا 34 سنة. الفنانة تاج حيدر عمرها حاليا 32 سنة. الفنان طلال مرديني عمره حاليا 39 سنة. الفنانة شكران مرتجى عمرها حاليا 48 سنة. الفنانة كندا حنا عمرها حاليا 34 سنة. الفنان قصي خولي عمره حاليا 43 سنة. الفنانة ديما الجندي عمرها حاليا 43 سنة. الفنانة نسرين طافش عمرها حاليا 37 سنة. الفنان تيم حسن عمره حاليا 43 سنة. الفنانة أناهيد فياض عمرها حاليا 36 سنة. الفنان وائل شرف عمره حاليا 36 سنة. الفنانة جيني أسبر عمرها حاليا 38 سنة. الفنانة جيهان عبد العظيم عمرها حاليا 43 سنة. الفنان مكسيم خليل عمره حاليا 40 سنة. الفنانة روعة السعدي عمرها حاليا 31 سنة. الفنان وائل رمضان عمره حاليا 47 سنة. Beating hearts, falling apart, staying up to forget, but baby we'll fall. الفنانة وفاء موصلي عمرها حاليا 59 سنة. الفنانة ديما بياعة عمرها حاليا 40 سنة. الفنانة ديما قندلفت عمرها حاليا 40 سنة. الفنان باسل خياط عمره حاليا 41 سنة.
عاصم ياخور، عمره حاليا 47 سنة. الفنانة سلافة وخرجي، عمره حاليا 41 سنة. الفنان قيس الشيخ نجيب، عمره حاليا 42 سنة. الفنانة إمارات رزق، عمرها حاليا 33 سنة. الفنان فهد صبيح، عمره حاليا 44 سنة. الفنانة نورمان أسعد، عمره حاليا 44 سنة. الفنانة روعة ياسين، عمرها حاليا 43 سنة. الفنانة كندا علوش، عمرها حاليا 37 سنة. الفنان عبد المنعم عمايري، عمره حاليا 49 سنة. الفنانة أمل عرفة، عمرها حاليا 49 سنة. الفنانة جمانة مراد، عمرها حاليا 46 سنة. الفنانة مرح جبر، عمرها حاليا 51 سنة. الفنانة هبة نور، عمرها حاليا 32 سنة. الفنانة رنا الأبيض، عمرها حاليا 44 سنة. الفنانة ميسون أبو أسعد، عمرها حاليا 37 سنة. الفنانة كاريس بشار، عمرها حاليا 44 سنة. الفنانة سلافة معمار، عمرها حاليا 43 سنة. الفنانة يارا صبري، عمرها حاليا 51 سنة. الفنانة سوسن أرشيد، عمرها حاليا 40 سنة. الفنان سامر المصري، عمره حاليا 49 سنة. الفنانة لورا أبو أسعد، عمرها حاليا 43 سنة.